مشاهدينا مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. نحييكم في ثاني حلقتنا في ثاني أيام رمضان. زي ما اتفقنا، خلطة يومية لمدة ساعة بين الدين والسياسة والفن. هنحاول نكون خفاف عليكم، لكن الأحداث ثقيلة. أحداث اليوم متنوعة ومختلفة. في جنازة اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق، والذي كان مرشحا محتملا لانتخابات الرئاسة قبل استبعاده بسبب عدم استكمال التوكيلات. وأيضا في الحكم على الشيخ علي ونيس، عضو مجلس الشعب السابق، حكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف العام، عام ونصف العام، بتهمة الفعل الفاضح أولا، ثم الاعتداء على قوات الأمن ثانيا، وحكم على الفتاة التي ضبطت معه بالسجن لمدة 6 أشهر. الموضوع الثالث والمهم هو مسلسل عمر بن الخطاب، تجسيد الصحابة بين المنافع والمفاسد. ما هي الفوائد وما هي المفاسد؟ مناقشة مهمة جدا مع بعض أبطال المسلسل. صحيح هي مناقشة مبكرة، ولكن هتبقى فيه مناقشة بعد ذلك بعد عدة أيام تتعلق بما يثيره المسلسل من جدل. نبدأ بجنازة اللواء عمر سليمان بين غياب الرئيس، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وحضور المشير محمد حسين طنطاوي. نذهب أولا إلى، تعالوا نشوف استقبال الجثمان في المطار. هنشوفه من خلال مجموعة من الإنسرتات أولا قبل ما نشوف الجنازة التي أقيمت له بعد ذلك، وسط هتافات يسقط يسقط حكم المرشد. وأيضا كانت هناك هتافات ضد المشير محمد حسين طنطاوي، الدور عليك يا مشير. كانت هذه هي الهتافات التي صاحبت الجنازة. لكن نشوف أولا في المطار، يعني هنا كان فجر اليوم استقبال، فجر اليوم استقبال جثمان اللواء عمر سليمان. ده مجموعة من أنصاره ومؤيديه ومحبيه ينتظرونه قبل وصول الجثمان. نحاول شوية نسرع المشاهد، لأن الحقيقة طبعا البعض كان بيتابع بعض هذه المشاهد. دي مشاهد استقبال جثمان اللواء عمر سليمان في مطار القاهرة بالأمس، بعد أن أقلعت به طائرة خاصة من ولاية أوهايو الأمريكية، حيث كان يعالج في مستشفى كليفلاند. بالأمس أيضا قال لنا مدير مكتب اللواء عمر سليمان أن سبب الوفاة أنه أصيب باكتئاب حاد بسبب الأحوال السياسية وبسبب تدهور الأحوال السياسية وفقا لوجهة نظره. ده أدى إلى أنه أحجم عن الطعام وعن الأكل. ده زي ما انتم شايفين أعضاء من عائلة اللواء عمر سليمان يتوافدون على المطار فجر اليوم لاستقبال الجثمان. أكمل لكم، مدير مكتب اللواء عمر سليمان وهو اللواء حسين كمال، وهيكون معانا في لقاء مهم جدا يوم الاثنين القادم، قال لنا أنه الاكتئاب أدى إلى إحجامه عن الطعام، نقص وزنه لمدة لوزن 10 كيلو في البداية، ثم 10 كيلو بعد كده، يعني 20 كيلو، وده أدى إلى قصور في أعمال الكلى، وأدى أيضا إلى وجود مية في الرئة وإلى ضعف في عضلة القلب. ذهب للعلاج في ألمانيا، وبعدها ذهب إلى أبوظبي للاستراحة، ومنها لما عودته الألام من تاني ذهب للولايات المتحدة الأمريكية لكليفلاند لكي يعالج، ولكن توفي فجر الخميس الماضي بسبب ضعف عضلة القلب، ونفى نفيا تاما أي حديث عن وجود أسباب جنائية تتعلق بالوفاة. يعني نفى أن يكون اللواء عمر سليمان قد قتل. ده بيتم نقل الجثمان الآن من المطار. ده مشاهد فجر اليوم اللي انتوا شايفينها، بيتم نقل الجثمان
هيتم نقله بعد ذلك الى مستشفى وادي النيل. من مستشفى وادي النيل هتشوفوا بعد شويه هيبقى فيه الجنازه العسكريه والشعبيه، يعني اهو ده الاسعاف وبعض السيارات المصاحبه قامت بنقل جثمان اللواء عمر سليمان. تعالوا نشوف بقى الجنازه، او نشوف اولا يعني كان في بعض الجثمان والجنازه، وايضا في لقاءات مع بعض انصاره ومحبيه ومؤيديه، وهنشوف بعد كده ايضا كليب خاص بالهتافات التي صاحبت الجنازه وصاحبت الجثمان سواء من المستشفى الى الجنازه العسكريه. نشوف الجثمان والجنازه وبعض اللقاءات مع انصاره. هم راحوا على المسجد، هم راحوا على المسجد.
يا المفروض يبعتوا له طياره عسكريه تجيبه من بره المفروض. لا انا اشك ان سياده اللواء عمر سليمان رجل المخابرات الاول في العالم مات موته طبيعيه، بيفكرنا بوفاه زعيم فلسطين ياسر عرفات اللي برضه مات في الفجر نفس الطريقه ونفس الاسلوب، وانا شاكه في الاخوان المسلمين. لا موته طبيعيه خالص، لا موته طبيعيه خالص، وهو الراجل ما سابلوش شربه ميه على الدنيا، هو الراجل رحمه الله عليه كان راجل محترم وكان راجل وطني والشعب كله بيحبه. صاحب الصندوق الأسود حُمل مثلما سنُحمل جميعاً في صندوق إلى مثواه الأخير. كمان قلنا إنه لا يجب الشماتة في الموت، وكنا نتمنى عدم إقحام الهتافات السياسية في عملية الجنازة وفي الوفاة، لكن صاحبت الجنازة اليوم هتافات سياسية لم تكن فقط ضد جماعة الإخوان المسلمين ولكن ضد المشير طنطاوي أيضا. الدور عليك يا مشير، يعني في إشارة إنه إذا كان اللواء عمر سليمان قد قتل فهم يقولون الدور عليك يا مشير، وأيضا هتافات يسقط يسقط حكم المرشد. هتافات سياسية صاحبت جنازة اللواء عمر سليمان، الهتافات في معظمها ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأيضا نال المشير محمد حسين طنطاوي بعض الهتافات ومنها ارحل ارحل يا مشير والدور عليك يا مشير. معايا على الهاتف دكتور حلمي الجزار القيادي الإخواني. دكتور حلمي أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم، كل عام وأنتم بخير. كل سنة وحضرتك طيب. معايا ايضا دكتور علاء ماضي ابو العزايم شيخ الطريقه العزميه. دكتور علاء اهلا بيك. اهلا بيك شيخ علاء.
ايوه يا فندم مع سيادتك. ومعايا الاستاذ رمضان عبد الحميد المحامي الذي تقدم ببلاغ اليوم للنائب العام يؤكد فيه انه اللواء عمر سليمان قد اغتيل ويطالب بفحص الجثمان بإعادة فحص الجثمان من جديد، وهو ما رفضته الأسرة حسب معلوماتي. أستاذ رمضان أهلا بيك. أستاذ دكتور حلمي، في البداية يعني هيبقى في سؤال يعني ممكن هتقول يسأل عنه الرئيس، لكن من خلال معرفتك بالدكتور محمد مرسي، لماذا غاب عن جنازة اللواء عمر سليمان اليوم؟ توقعي، هذا توقع، طالما السؤال حضرتك يعني تسأل عن استفسار، فتوقعي أن الدكتور محمد مرسي لم يحضر الجنازة استحضارا لأمرين مهمين. الأمر الأول أنه ليس من الضروري أن يحضر الرئيس كل الجنازات، هذه قضية مسلم بها، وإلا لو حضر الرئيس كل الجنازات فيعني أمر غير منطقي. الأمر الثاني وهو أظنه الأهم، أن هناك تاريخ يعني ليس فيه ود بين تاريخ الراحل لواء عمر سليمان والدكتور مرسي رئيس الجمهوريه، فلا اتصور ان هذا التاريخ الماضي ممكن محوه في لحظه، واتصور ان هذا التاريخ كان احد اسباب عدم مشاركه الرئيس في الجنازه. طيب الم يكن من الافضل ان يثبت رئيس الجمهوريه انه رئيس لكل المصريين، وبالتالي يسمو فوق الخلافات السياسيه ويشارك في الجنازه؟ هذا من الناحيه النظريه سليم وصحيح جدا، لكن انا بدات ان عمليا لو ان الرئيس حضر كل الجنازات وهو رئيس كل المصريين، يبقى يجب ان يحضر جنازات كثير من المصريين، لا اقول كل المصريين الذين سيموتون. طيب طيب دكتور علاء، شيخ علاء ماضي ابو العزايم، حضرتك قلت اليوم انه مقاطعه الجنازه ومقاطعه الصلاه على اللواء عمر سليمان قله ادب ولا علاقه لها بالاسلام، لكن في المقابل عاوز اقول لك الدكتور محمود حسين الامين العام لجماعه الاخوان المسلمين قال انه نعم لن نشارك في تشييع جثمان اللواء عمر سليمان، لانه يعني قال انه ينتمي لمنظومه الفساد، يعني ده موقف واضح من جماعه الاخوان المسلمين، وقال انه ينتمي لمنظومه الفساد التي اضاعت مصر طوال السنوات الماضيه. تعليق حضرتك. هو بالنسبه للواء عمر سليمان الله يرحمه، هو خدم هذه البلد اكثر من خدمها الاخوان المسلمين والسلفيه، وكان هو رئيس مخابرات مصر وجند من الجواسيس لمصلحه مصر في اسرائيل وفي بعض دول العالم ما لم يفعله احد من قبل. هذا الرجل يحترم، وهذا الرجل شهيد، لانه انا اعتقد ان الامريكان هم اللي قتلوه لمصلحه الاخوان المسلمين برضه. تعتقد ان الامريكان قتلوه لمصلحه الاخوان المسلمين؟ ايوه يا فندم، عشان خاطر يداري على بلاويهم اللي هو عارفها كلها. طيب دكتور حلمي، هل توافق على هذا الاتهام؟ قتلتم اللواء عمر سليمان حتى يعني يتم اخفاء ملفاتكم كما يقول الشيخ علاء ماضي ابو العزايم. يعني تحياتي اولا للشيخ علاء مضرب العزايم، مع مخالفتي له بنسبه 100% في رايه، الاخوان المسلمون ليس لديهم مصائب يحاولون ان يداروها، بان يامرهم الامريكان ان يقتلوا عمر سليمان، يعني شيء فوق التصور وفوق الادراك العقلي، كيف الاخوان المسلمين ان يوظفوا الامريكان لقتل رئيس مخابرات مصر السابق؟ شيء ارجو بس ان نحكم العقل في يعني هذا اللي كلمتم يا فندم لما جات وقعدت مع الاخوان، وقبل كده جون كيري، وقبل كده جون ماكين، وقبل كده والمواد والجماعات اللي هي بتاعت اوباما والاخوان المسلمين، دي كلها سيناريوهات ليست يعني بعيده عن ان هناك علاقه طيبه جدا بين امريكا وبين. طيب بس هل تصل لعمليه القتل يا شيخ علاء؟ حتى لو كانت هناك علاقات وثيقه الان بين الاخوان والامريكان، هل يصل ذلك للقتل؟ هو ما يعني حتى الدعوة السلفية لما قالت الصلاة على عمر سليمان حرام، الصلاة على الجنازة عليه حرام، هذا كلام فارغ طبعا. ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف واحد جنازة واحد يهودي قام ووقف لها وقال ليس نفس مولود يهودي، ليس نفس بشرية. وبعد كده هو عبد الله بن سلول لما مات
وابنه راح لرسول الله عشان يصلي عليه، وصلى عليه سيدنا رسول الله، ثم نزلت الآية بتاع التحريم على الصلاة على المنافقين. هل كان عمر سليمان من المنافقين؟ هل كان ليس مسلما؟ طيب يعني هو اسمح لي بتدخل بسيط بعد اذن حضرتك. اتفضل دكتور حلمي. يعني الملفات طبعا الملفات لا تكون ملكا لشخص ايا كان هذا الشخص، الملفات دائما تكون ملك للمؤسسه التي يعمل فيها هذا الشخص. اذا كان اللواء الراحل عمر سليمان يملك ملفات، فهي ليست ملفات شخصيه ياخذها معه، قد تخص جهاز المخابرات العامه المصريه، ومن ثم فلا يعقل ابدا ابدا ان يقال ان بموته انتهت ملفات اي ملفات. هذه ملفات هذه المؤسسة، نحن بلد عريق في المخابرات ومؤسساته عريقة، فلا يعقل أبدا إن عمر سليمان أخذ معه هذه الملفات. طيب دكتور حلمي، بس يعني بالأمس لم يكن هناك أي هجوم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لكن اليوم يبدو أن الهجوم اشتد شوية. يعني الدكتور عصام العريان كتب كمان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على صفحته الشخصية أن كل الذين شنوا حربا ضد الإسلام يختفون واحدا بعد الآخر. طبعا فهم ان ده إشارة الى اللواء عمر سليمان، وكأنه الرجل كان يشن حربا ضد الإسلام، وبالتالي يعني هو يقول انه اختفوا كل الذين يشنون حروبا ضد الإسلام. هل توافق على هذا المعنى؟ لا، انا لا أوافق على هذا المعنى مطلقا، لان رجل يحكمني هذا الإسلام العظيم، والإسلام العظيم قال اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأنا إذا كان اللواء عمر سليمان أحد هذه الثلاثة فهي تشفع له عند الله سبحانه وتعالى، ولا يضره أبدا أبدا رأي 60 أو صد من الناس. والحمد لله أن الأمر المحاسبات في يد الله وليس في يد أحد من البشر، لأنه لو كان في يد أحد من البشر لنال كل واحد ما يريد من محاسبة الأشخاص الآخرين، لكن طالما في يد العادل الكريم سبحانه وتعالى فنحن مطمئنون تماما. وبهذه المقاييس لا تسأل حضرتك ولكن رسمها الإسلام، ولكن أنحاز إليها دائما أننا مطمئنون لعدالة المولى سبحانه وتعالى. طيب دكتور حلمي، أيضا هل يعني يبدو أنه هتافات صاحبة الجنازة يسقط يسقط حكم المرشد، هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين ثم تصاعدت بعد ذلك ضد المشير طنطاوي، تعليقك على هذه الهتافات التي صاحبت الجنازة يسقط يسقط حكم المرشد؟ لي عليها ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن هي العاطفية لا شك كانت طاغية، وفي مثل هذه المناسبات تطغى النواحي العاطفية. نحن شعب عاطفي، حينما تحدث وفاة أو ما شابه ذلك تثور عواطف الناس المحبين لأي شخص يموت. فأنا يعني أفسر هذه الهتافات من باب عاطفة هؤلاء الذين كانوا يؤيدون اللواء عمر سليمان، فأنا أتحملها من باب العاطفة. ثانيا من باب العقل والشرع ليست مكانا للهتافات السياسية، ليست مكانا لإظهار هذه الأمور، ولكن هي مكان للعظة. كل الجنازات، كل الجنازات بلفظ كل، هي مكان للعظة والموعظة. كان يجب على المشاركين وحتى على الذين لم يشاركوا أن يتأملوا حتى يأخذوا العظة. فأنا هاتين النقطتان أستحضرهما كتعليق على ما حدث. طيب شيخ علاء مضب العزايم، لماذا الهتافات السياسية مع جنازة اللواء عمر سليمان؟ يعني جنازة والمشاركة الإنسانية فيها أهم، وإنه يعني يجب أن ندعو لصاحب الجنازة للواء عمر سليمان الذي توفاه الله سبحانه وتعالى، الله استرد وديعته، لكن هل كان يجب استخدام هذه الهتافات يسقط يسقط حكم المرشد والهجوم على جماعة الإخوان المسلمين خلال الجنازة؟ هو الحقيقة ما كانش المطلوب، إنما ده نوع من أنواع التنفيس عن ضربة الشعب تحت حكم الإخوان للجمهورية المصرية. بيدين لواحد العسكر ديت، هو نصيحة للمشير لأن هو الدور عليه الدور الجاي، وأنا برضو أؤكد هذه النصيحة. لا استنى بقى يا شيخ علاء، يعني تؤكد هذه النصيحة، أنت عايز يعني تقول للمشير طنطاوي يعني أنه كما قتلوا اللواء عمر سليمان؟ اسمح لي أتدخل، يعني المسلمين المسلمون ولا حد شعب مصري يعني يعاتب من القتل مطلقا، وهذا يتهم الشيخ علاء، ارجو رجاء وهذا الشيخ مشايخ الطرق الصوفيه، يعني رجاء الاسلام يجمعنا جميعا، لابد ان نحتاج من الاسلام الهتافات السياسيه شيء، والدخول في نوايا الناس شيء اخر. كونه تحذير للعسكر او للمشير انه دوره جاي وانه سوف يقتل شيء. طيب خلينا نسمع بقيه كلامه دكتور حلمي. هنا شيخ علاء، يعني انت بتقول انك
يعني مع هذه النصيحة التي قدمت في الجنازة للمشير طنطاوي أنه الدور عليك إذا سكت وصمت على ما حدث للواء عمر سليمان وفقا لمفهومكم يعني أنه أغتيل وبالتالي يمكن أن يتعرض المشير لنفس المصير يعني؟ لا هو مش يعني اللي أنا أقصده أن فعلا استمر الوضع اللي احنا فيه بالحالة دي فعلا هيغتال المشير وهيغتال غيره كثيرين، لأن هذه الجماعة دائما وأبدا تحب الاغتيالات من يوم ما ربنا خلقها لحد يومنا هذا. احنا يعني للأسف الشديد نحذر المشير ونحذر كل الناس انها لازم تاخد وقفة ضد الإخوان المسلمين وضد تسلطهم على حكومة مصر. طيب أستاذ رمضان، مرة أخرى من فضلك، يعني هذا اتهام واضح وصارخ بل يصل للتحريض، يعني كان الشيخ علاء وهو رجل صوفي وانا احب الصوفيه واحب كثيرا من منهجهم من منهجهم يقول يعني يقلب المشير على الاخوان او العكس، شيء خارج معلش خارج التصوف بالمره وخارج التصور الاسلامي بالمره. يعني انا احسم هذه القضيه استاذ وائل حسما نهائيا ان يكون هناك تقرير طبي واضح، وانا راجل طبيب وافهم ذلك، تقرير طبي واضح فيه شفافيه من الجهه التي توفي فيها اللي هو عمر سليمان. مفيش شك الطبي، وهذا التقرير الطبي اين هو؟ الذي يخفي هذا التقرير هو المسؤول مسؤوليه مباشره عن القيله والقال في هذه القضيه. فرجاء نطالب جميعا وارجو ان الشيخ علاء يشاركني في هذا الطلب ان تظهر العلامات الصراحه والشفافيه في تقرير طبي. طيب تطلقه او تايه ولا نعميه الشيخ علاء، يعني الصوفيه تتناقض مع اطلاق الاتهامات جزافا. انا ما بتكلمش عن حاجه بسيطه، حينما تتهم بالقتل لا يبقى عندك ادله، لا يبقى ما عندكش، وبالتالي لا يجب اطلاق الاتهامات جزافا بهذا الشكل. يا فندم انت اللي قلت، مش انا اللي قلت، انت اللي قلت ديت نهايه او بدايه وصيه اعداء الاسلام. لا انا بقول الدكتور عصام العريان قال كذا في موقعه، قال هذا الكلام، يبقى معنى كده اهوت، يبقى ديت هم اللي نبروها مش حد تاني. ما ينفعش اطلق الاتهامات واقول طالما الدكتور عصام العريان قال كل الذين شنوا حربا ضد الاسلام سيختفون، بيبقى مش معنى كده انهم بيجهزوا لاغتيالات تانية وانهم قتلوا، يعني مش معناه كده الكلام يا شيخ علاء. وانا اؤيدك يا استاذ وائل في كلام حضرتك واشكرك على هذا التوضيح المهم جدا. طيب في كل الاحوال يعني شيخ علاء، هنا رئيس الجمهوريه وازن بين الموقفين، يعني الرئاسه اقامت جنازه عسكريه وكبير الاويران راح حضرتك شارك في الجنازه مندوبا عن رئيس الجمهوريه، وهو له الحريه الشخصيه ان يحضر ثم لا او لا. شيء اخر مهم، هو عزى اسره اللواء عمر سليمان عزاء واضحا صريحا، قام بتعزية شقيقته. نعم نعم. طيب. نعم هذا كلام واضح. أستاذ رمضان عبد الحميد المحامي، قدمت بلاغا اليوم للنائب العام طلبت فيه بإعادة تشريح جثمان اللواء عمر سليمان، وقلت أنه أغتيل في الولايات المتحدة الأمريكية ولابد من إعادة التحقيق في مقتله، إيه أدلتك؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ وائل؟ كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. ما هي أدلتك على هذا البلاغ؟ عبد المجيد محمود المحامي العام، وتقدمت ببلاغ طبعا بالكشف الطبي عن جثمان اللواء عمر سليمان، وبكره حضرتك هنقدم طلب اضافه بفتح المقبره والكشف الطبي عن اللواء عمر سليمان. بس ما علمته من خلال ابنه اللواء عمر سليمان السيدة داليا أن الأسرة ترفض تماما إعادة تشريح الجثمان والعبث بجثمان اللواء عمر سليمان. والله هو اللواء عمر سليمان شخصية عامة ومن حق أي مواطن مصري يبقى غيور عليه، ولكن اللي حصل حضرتك مع وفاة عمر سليمان ده يعني ده غموض، ولابد من كشف الحقيقة وسيادة النائب العام يحقق في الموضوع ويكشف الحقائق. طيب أستاذ رمضان عبد الحميد المحامي ألف شكر، شيخ علاء مضى أبو العزايم ألف شكر، دكتور حلمي الجزار ألف شكر.